مرفع يا أنيسة هاني. لا انا رايي بصراحه ان ده اجراء كويس. لان قال اجد فيكم لا امراه رشيده واحده. لا دي واحده هي لا هي متفقين ان المبلغ يعني ما يساويش حاجه في احتياجات الحياه، لكن احسن منه ما يجيليش. بين اصحاب المعاشات بالذات يعني ارجوكوا، يعني دي مأساة. الناس دخلها قليل جدا، فاي زياده مقبوله. كون انهم يشتغلوا على حل المشكله الاقتصاديه، بس المشكله معقده، المشكله مش تحل النهارده ولا بكره ولا بعده ولا لغايه اخر السنه، لغايه ما تظهر موارد جديده زي الحقل الغاز زي الحاجات دي. يبتدي التضخم علاجه ب 100 طريقه غير يبتدي بالظبط، يبتدي الدنيا تتوازن شويه. انا مش شايفه حل سريع لمساله الاسعار. الحكومه بتعمل، ما هي لما بتنزل برضو سلعه ما هي بتعملها بطريقه مؤقته اهل رمضان لكن المواطن في عرض ان حد يخفف عنه باي طريقه. فانا قلبا وقالبا مع اي زياده في هذا الوقت، اذا كان يمكن تدبيرها انها تروح لجيوب المواطنين. احنا في شهر صعب، الناس بتستهلك فيه كتير، الناس متخوفه من الزيادات اللي جايه في الوقود، متخوفه من الزيادات اللي بتفرض علينا. يعني احنا الحاجات دي مش بس يعني عادي زودي 100 جنيه و130 جنيه. وبعدين ما ننساش برضو، انا كنت عايزه اقول في الاول، احنا طبعا بنقول للناس كل سنه وانتم طيبين، لكن بنقول برضو البقيه في حياه المصريين كلهم واخواتنا المسيحيين. فالجو العام انت محتاجه اي حاجه تبشرك. لو اتغلى من اول يوليو للمخاطبين يعني وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه، الناس في حاله اقتصاديه صعبه. فانا مع اي زياده تحل المشكله، مش مسكنات يعني زي ما هو الشباب بيقول. لا حتى لو مسكنات، فهي مسكنات مقبوله، لان المقابل البديل هو ان انت تقولي لا اتفضلوا استنوا بقى لما احلها خالص. لا ما اكيد، لا ما حدش قال كده. لا يعني خلينا شويه، انتوا عشان مش فارق معاكم ال 100 جنيه. لا بالعكس، في ناس فارق معاها 15 جنيه. احنا اول حاجه قلناها ان دي خطوه كويسه. لا على فكره القصه مش